أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأخوة أيها الأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي في هذه الحلقة أخوتي في الله نسعد وإياكم بصحبتي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء والذي يصحبنا مجيبا عما تطرحونه من استفتاءات وأسئلة نسأل الله عز وجل يبارك في علمه وعمله وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله فضيلة الشيخ أهلا حياكم الله بارك فيكم وحيا الله الأخوة المشاهدين بارك الله فيكم نرحب بكم مرة أخرى ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال مع الشيخ عبر تويتر ورد إلينا يقول معالي الشيخ من الأخ سعيد الألماني يسأل عن مصطلح التكفير وإطلاقه ومتى وهل يجب على كل إنسان أن يحاكم الناس في معتقداتهم ويصنفهم ويصدر أحكامه بهم أو يكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى ويتعامل بما يظهر معهم من ألمانيا السائل الكريم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه أهل السنة والجماعة منهجهم منهج وسط بين الوعيدية والمرجئة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم والمرجئة فالمعتزلة والخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة يقول الخوارج إنه كافر وأما المعتزلة فيقولون إنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وأما الآخرة فيتفق الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار أبد الأبد وأما المرجئة فيقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب ما دمت مؤمن ما يضرك أي ذنب وكلا المنهجين خطأ وانحراف عن العقيدة الصحيحة أما أهل السنة والجماعة فوفقهم الله تعالى للحق هم يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته في الدنيا وفي الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء عفى عنه لكنه لا يخلد في النار أبد الأبد نعم. وعلى ذلك فمنهج أهل السنة منهج وسط فليس هناك غلو في التكفير ولا أيضا في الإرجاء فنكفر من كفره الله ورسوله ولا نبالغ في ذلك ولا نكفر إلا من ارتكب أمرا مكفرا واضحا كالشمس نعم. فهناك كفار الأصليون ولا يجب تكفيرهم يعني من أنكر البعث أو أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكر وجود الله ونحو ذلك هذا كافر أصلي هذا واضح كفره لكن من كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإننا نأخذه بظاهر حاله ونكل سريرته إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في سرية لاحظ أنه في جهاد في سبيل الله الذي أرسله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هناك رجل في المشركين أوجع في المسلمين ضربا قتل عددا كبيرا من المسلمين فلحقه أسامة بن زيد بالسيف فلما رفع عليه السيف لاذ وقال لا إله إلا الله
فقتله أسامة. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا أسامة قال: يا أسامة، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعودا، يعني خائفا من السلاح. قال: هل شققت عن قلبه حتى تعلم قالها كذلك أم لا؟ يا أسامة، كيف بلا إله إلا الله إذا أتت تحاجك يوم القيامة؟ جعل أسامة بن زيد يعتذر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه الاعتذار، مع أنك إذا نظرت إلى هذا الرجل أوجع في المسلمين، قتل عددا كبيرا، ولما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة، لأن المطلوب هو أن نقبل ظاهره وعلانيته ونكل سريرته إلى الله. فتأثر أسامة بن زيد من هذا الموقف، قال: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. الله أكبر. لماذا؟ لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. الله المستعان. يعني استفاد من هذا الدرس، لما حصلت الفتن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، اعتزل أسامة بن زيد الفتن كلها ولم يشترك فيه في الحروب التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، تأثرا بهذا الموقف. الله أكبر. فهذا يبين لنا على أن يعني من أظهر الإسلام فإنه يقبل منه ذلك، والأصل هو الإسلام، ما لم يرتكب أمرا مكفرا وتقام عليه الحجة. نعم. وهناك شروط ثقيلة عند أهل العلم في التكفير، وليس كل أحد مؤهل لإطلاق حكم التكفير، إنما ذلك أهل العلم، إنما ذلك عند أهل العلم، كبار أهل العلم خاصة. نعم. وبشروط ثقيلة يعرفها العلماء. نعم. وإلا فإن من استعجل وأطلق الكفر على غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. الله. يعني إن كان هذا الذي قيل عنه كافر كافر، وإلا رجع الكفر على القائل. وهذه يبين لنا خطورة هذه المسألة. الله المستعان. بارك الله فيكم معنا الشيخ، استأذنك في أن أتلقى والمتصل معي الأخ عبد الرحمن، تفضل. الله يحييك، عندي سؤال لو تفضل. تفضل يا أخوي. السؤال هو شهر القعدة الآن، هل هو قيامة، هل هو داخل شهر الله المحرم؟ هل هو داخل ثواب في شهر الله المحرم؟ لأن شهر القعدة من أشهر الحرم. طيب. لأن شهر الحرم. هل هو هل ثوابه داخل ضمن؟ إيه. طيب. إيه في أشهر الحرم. طيب. السؤال الثاني، لو المرأة لو تصلي وخرج من قدميها شيء بسيط من غير قصد أو من يدها، هل تعتبر صلاة تبطل؟ طيب. شكرا لك عبد الرحمن، بارك الله فيك. معي عبد الله. يا عبد الله. نعم. تفضل، بارك الله فيك. طيب. ألو. السؤال بارك السلام الله عليكم. فيك. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله الخير. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. الله يحفظك. سؤال للشيخ، زوجتي لم تستطع صيام شهر رمضان لوجودها في المستشفى طيلة فترة شهر رمضان، وتوفيت يوم العيد رحمها الله. رحمها هل الله. هل يجب عليها كفارة؟ طيب، مرضها هل كان يعني سرطان؟ مرض سرطان الله يحفظها، كانت مبطونة. طيب. نعم. السرطان. سرطان. طيب. نعم. السؤال الثاني عبد الله. لا شكرا لك. أولا أحسن الله عزاك يا أخي الكريم، نسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يسكنها في سيح جناته وأن يخلف عليها وعليكم بخير. تسمع إجابة أخي الكريم. أمت الله، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي. لدي سؤالان، بارك الله فيكم. الأول. السؤال الأول، أي أنواع الحج حج الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. نعم. هل يجوز الاشتراك في الحج بالنسبة للمرأة؟ طيب. السؤال الثالث، بارك الله فيك، شخص يتقادم مكافأة من معهد، يدرس في معهد يتقادم مكافأة شهرية، هل يجوز أن يحج بتلك المكافأة؟ طيب. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أختي، شكرا لك. معي من؟ أم عمر. أم عمر من الكويت، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، عندي سؤالان. الأول. ألو. نسمع. السؤال الأول، شيخ أحسن الله إليكم، في المسألة الخلافية بين الفقهاء، أيهما يقدم أولا، الوضوء أم الاستنجاء؟ ما القول الراجح فيها؟
السؤال الثاني، شيخ أحسن الله إليكم، ذكر ابن القيم في كتابه إقاسة اللهفان حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاد، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر إلى أن قالت قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. ولم يذكر ابن القيم زيادة فإن اليوم عيد. فسؤالي بوركتم، هل يفهم من هذا الحديث أن البنات دون سن التكليف يباح لهن القناء والرقص في أي وقت، بعكس النساء يكون إباحته بوقت خاص في الأعياد والمناسبات؟ طيب، وجزاكم الله خير. شكرا لك يا أم عمر، بارك الله فيك. معي أم نايف، معي، تفضلي. معنا أم نايف، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بسأل الشيخ. تفضلي سؤال. أنا عندي الوالدة توفت الله يغفر لها قبل 10 شهور، رحمها الله، وكانت تتعالج بالكيماوي، فاقت شعر كله، هي مجمعته يعني في كيس، وأنا صراحة ماني عارفة كيف أتصرف في الشعر، هل يعني أحرقه أقدر أو أنه أدفن على طول؟ موجود الآن الشعر عندك؟ أي والله موجود. طيب، أولا نسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها ويحسن عزاكم يا أختي، وأن يوفقكم لبرها بعد وفاتها. شكرا لك يا أم نايف، تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. أعود لضيفي الكريم وسؤال الأخ عبد الرحمن فضيلة الشيخ، يسأل عن شهر ذي القعدة وهو ما نعيش أيامه وليالي هذه الأيام، هل هو من ضمن أشهر الله عز وجل الحرم، وهل هناك ثواب مترتب أو يتعلق بهذا الشهر أو فضيلة معينة؟ نعم، شهر ذي القعدة هو أول الأشهر الحرم، فإن الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هي مذكورة في قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة إلى آخر الآية. على خلاف بين العلماء هل بقي حكمها وهو عدم جواز ابتداء القتال فيها أو أن ذلك منسوخ، لكن بالنسبة لتخصيصها بالصيام لا أعلم لهذا دليلا، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل، العبادات مبناها على التوقيف، الدليل من القرآن والسنة، فكل من خص عبادة بزمن معين فلا بد من دليل يدل لهذا التخصيص، ولا أعلم دليل يدل على تخصيص الأشهر الحرم بالصيام، اللهم إلا شهر محرم، فإن شهر محرم قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم، وهذا دليل على فضل الصيام في شهر محرم. وأما غيره من الأشهر الحرم وهي شهر ذو القعدة وشهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة وشهر رجب، فلا أعلم دليل يدل على فضل تخصيصها بالصيام. نعم، بارك الله فيكم. لو المرأة صلت وخرج من شيء من قدميها أو يديها تبطل صلاتها؟ صلاتها صحيحة، وما شاء عند بعض العامة أن صلاتها تبطل هذا غير صحيح، لكن هل يجب على المرأة أن تستر كفيها وقدميها في الصلاة أم لا؟ مع اتفاق العلماء على صحة صلاتها، لكن هل يجب عليها أن تستر كفيها وقدميها؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أن ذلك مستحب وليس واجبا، وهذا هو اختيار ابن العباس بن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم. نعم، وذلك لأنه لم يرد دليل ظاهر يدل على وجوب ستر المرأة كفيها وقدمها في الصلاة، ولأن هذه المسألة مما تحتاج الأمة إلى بيانها، فلو كان ذلك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا ظاهرا، كما قال: لا يقبل الله صلاة حائض لا بخمار، وغير ذلك من الأحكام التي اشتهرت. وأيضا ظاهر حال نساء الصحابة أنهن لا تخلو أكفهن وأرجلهن من أن يعني تبدو وأن تظهر أو يظهر شيء منها أثناء الصلاة. نعم، فالقول الراجح أن تغطية الكفين والقدمين في الصلاة بالنسبة للمرأة أن ذلك مستحب وليس واجبا، إن فعل ذلك المرأة فهذا هو الأفضل، وإن كشف كفاها أو قدماها فصلاتها صحيحة والحمد لله. الحمد لله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله، توفيت زوجته رحمه الله تعالى وأسكنها في سيح جناته، وقد نومت في المستشفى طوال شهر رمضان،
عقب يوم العيد توفيت وانتقلت إلى رحمة الله إثر إصابتها بمرض السرطان. أولا نسأل الله تعالى يتغمدها بواسع رحمته وأن يغفر لها وأن يعوض زوجها وذويها خيرا. هذه المرأة الواجب عليها الإطعام لأن مرضها لا يرجى برؤه، فترتب في ذمتها الإطعام مباشرة، فيطعم عنها عن كل يوم مسكينا، وهذا العام كان شهر رمضان كان 29 يوما فيطعم عنها 29 مسكينا، وإن كانت قد خلفت تركة فيؤخذ من تركتها، وإن تبرع زوجها وأحد أقاربها بالإطعام فهو مأجور على خير وتبرى ذمتها بذلك. نعم. هل يطعم 29 وجبة لشخص واحد أو ل 29 شخص؟ لا، لابد من أن يكون الإطعام ل 29 شخصا. نعم. لأنه لو جمعها وأعطاها شخصا واحدا كان إطعامه لشخص واحد. نعم. لابد أن يكون الإطعام ل 29 شخصا. بارك الله. ويمكن فيك. في هذه الحال يعني مع كثرة العدد أن يستعين بالجمعيات الخيرية، لأن الجمعيات الخيرية عندها قوائم بأسماء المستحقين. نعم. ويمكن أيضا يعطيهم نقدا وهم يشترون طعاما ويطعمون به العدد المطلوب. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال أمة الله تقول أي أنواع الحج حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم كان القران، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي، ساقه من المدينة إلى مكة، ومن ساق الهدي يتعين في حقه القران. وأمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم بالتمتع، فشق عليهم أو على بعضهم ذلك لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قارنا فكيف يتمتعون، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني كنت متمتعا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وعلى هذا فأفضل الأنساك لمن ساق الهدي القران، ومن لم يسوق الهدي التمتع. نعم. ويعني في الوقت الحاضر قل أو يندر سوق الهدي، وعلى ذلك نقول يعني الأفضل في هذه الحال هو التمتع. بارك الله فيكم. في سؤالها الآخر: هل يجوز الاشتراط في الحج للمرأة؟ الاشتراط جائز مطلقا للرجل وللمرأة في الحج وفي العمرة، لكن الأفضل عدم الاشتراط. نعم. إلا إذا خشي من عائق يعوقه من مرض ونحوه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه قرابة 100,000 من الصحابة ولم يشترط عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر أحدا بالاشتراط إلا امرأة واحدة هي ضباعة بنت الزبير، وكانت مريضة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنها مريضة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحرم وأن تشترط، قال: حجي واشترطي، إنما حلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. فدل ذلك على أن من كان يخشى من عائق يعوقه من مرض أو غيره فالأفضل في حقه الاشتراط، أما من كان لا يخشى من عائق يعوقه فالأفضل في حقه عدم الاشتراط. نعم. بارك الله فيكم. شاب يتقاضى مكافأة شهرية من مدرسته أو من معهده، هل يحج من هذا المال؟ لا بأس أن يحج من هذا المال، وحتى لو أتاه تبرعا من جهة الصحة يصح الحج، لكن من جهة الوجوب لا يجب عليه الحج حتى يكون مستطيعا. والاستطاعة فيما سبق الفقهاء يقولون ملك الزاد والراحلة. نعم. وقتنا الحاضر أن يكون قادرا على الالتحاق بحملة. نعم. أو شركة من شركات الحج الصالحة لمثله أو المناسبة لمثله، فمن حيث الوجوب لا يجب حتى يكون مستطيعا. نعم. أما من حيث الصحة فلو حج بهذه المكافأة أو حتى أعطاه أبوه أو أعطاه قريب له فالحج صحيح. نعم. نعم. بارك الله فيكم. المتفائل بعث برسالة عبر تويتر يقول: موظف حكومي التحق ببرنامج دبلوم بالجامعة برسوم وقام بسداد هذه الرسوم، ثم بعد ذلك قام عمله بإعطائه هذه الرسوم، وبعد الانتهاء من هذا البرنامج قامت الجامعة بإرجاع الرسوم لجميع من التحق بهذا البرنامج سواء كان موظف أم لا، نظرا لتكفل الدولة برسوم الدراسات العليا، هل يجوز له أخذ هذا المال؟ لابد أن يكون واضحا. نعم. نعم، مع جهة العمل التي الآن دفعت الرسوم، الآن هو دفع الرسوم ثم
دفع جهة العمل الرسوم، والجامعة الآن أعادت له الرسوم التي دفع. نعم. فلا بد من أن يوضح حقيقة الأمر للمسؤولين في جهة عمله ويبين لهم الواقع، ويعني يطبق على هذا النظام، نظام المنشأة التي يعمل فيها. فإن كان نظامه يسمح بأن يعطى هذه الرسوم فلا بأس، وإن كان نظامه لا يسمح فإنه يعيدها إلى جهة عمله. المقصود أنه يكون واضحا. نعم. يذهب إلى جهة عمله ويكون على وضوح ويقول أنا أريد تطبيق النظام في هذه القضية، فإذا طبق النظام برئ ذمته بهذا إن شاء الله. بارك الله فيكم. هنا قناتي تقول إن سافرت وخرجت من المدينة التي يعني أسكنها وقت صلاة الظهر أو صادف وقت صلاة الظهر، هل يجوز لي أن أجمع صلاة العصر معها في بيتي ثم أخرج وأسافر؟ ليس لك أن تجمعي صلاة العصر مع الظهر ولا أن تقصري، وهذه من الأخطاء الشائعة لدى بعض الناس، يعزم على السفر ويبدأ في الترخص برخص السفر وهو في بيته، لم ينشئ السفر، لا زال في بيته، لم ينشئ السفر بعد، لم يفارق العمران البلد، حتى ولو حمل متاعه في السيارة، حتى لو حمل متاعه لا يصدق عليه أنه مسافر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى بالناس صلاة الظهر 4 ركعات في مسجده عليه الصلاة والسلام، مع أنه متهيئ ومستعد، ولذلك بيّن للناس بعض الأمور الحج، ولم يجمع معها العصر، ولم يجمع معها العصر ولم يقصر. فلما وصل إلى ذو الحليفة وصلها قبل العصر، لأن ميقات ذو الحليفة بيار علي قريب من المدينة، والآن يعني أحاط بعمران المدينة، وصل قبل العصر، صلى صلاة العصر في ذو الحليفة 2 ركعات. ولاحظ هنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر 4 وصلى العصر 2، لأنه الظهر لم يفارق العمران، بينما العصر فارق العمران وأنشأ السفر. وعلى هذا نقول يعني للأخت، ليس لك أن تترخصي برخص السفر لا من قصر ولا جمع ولا غيره من الرخص إلا بعد مفارقة العمران، أما ما دمت في بيتك فليس لك الترخص برخص السفر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أمة الله أو أم عمر من الكويت تسأل عن المسألة خلافية في الوضوء والاستنجار، أيهما يقدم وخلاف العلماء في ذلك، تسأل عن الراجح في هذه المسألة خلافية. الراجح أنه يقدم الاستنجاء أو الاستجمار. نعم. استنجاء أو الاستجمار كلاهما يعني بابه واحد، يقدم ثم يكون الوضوء بعد ذلك، لأنه لو قدم الوضوء قبل فإنه ربما يحتاج إلى أن يمس فرجه، ومس الفرج ينقض الوضوء عند كثير من أهل العلم. فلذلك فالمطلوب أولا هو أن يقدم الاستنجاء أو الاستجمار ثم يكون الوضوء بعده. بارك الله فيكم. تسأل عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن عائشة رضي الله عنها أنها دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعندها جاريتان تغنيان غناء بعاث، واضطجع النبي إلى آخر الحديث. نعم، هذه القصة صحيحة، أخرجها البخاري ومسلم، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيت عائشة في أيام التشريق، يعني أيام عيد. نعم. وكان هناك جاريتان تضربان الدف، تغنيان يعني بضرب الدف، مع ضرب الدف. فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مغضبا، دخل بيت عائشة بيت ابنته. نعم. قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان عليه الصلاة والسلام قد حول وجهه إلى الجهة الأخرى، يعني كأنه ليس راضيا، ليس مستمتعا بهذا، لكنه أراد أن يعني أن زوجه عائشة رضي الله عنها أن يعني أنها يكون لها شيء من الفسحة. نعم. في يوم العيد. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر الصديق وقال دعهما يا أبا بكر، فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. وقول الأخت أنها كلمة عيد امتلت، هي وردت في رواية صحيحة، وهذا يدل على أن الأصل في الدفوف أنها من مزامير الشيطان، لأن أبا بكر رضي الله عنه فهم هذا الفهم. نعم. قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم أو أنكر عليه وقال لا أقره؟ نعم. أقره. هذا يدل على أن الأصل في الدفوف ونحوها الأصل المنع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه حالة مستثناة من المنع، أنها حالة مستثناة، وهي ماذا؟ قال إن دعهم يا أبا بكر فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا. فيعني مناط الرخصة هو كونه يوم عيد، وفي رواية لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، فدل هذا على أن يوم العيد أيضا يستثنى فيما ورد فيه النص،
فيجوز فيه ضرب الدفوف، لكن الدفوف فقط ولا يزاد على ذلك، يعني لا تكون مثلا الطبول أو ما فوقها. لماذا؟ لأن الأصل في هذا الباب المنع، وكما قلنا يعني الدف مع أنه وردت الرخصة فيه هنا لأنه أيضا هو من مزامير الشيطان، لكنه يجوز في أحوال، منها هذه الحال التي هي يوم العيد. نعم. وكذلك أيضا في العرس، العرس رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك الأصل، وأيضا عند بعض أهل العلم عند قدوم الغائب، ما عدا ذلك الأصل فيه المنع. نعم. ولذلك الذي استقر في فهم أبي بكر رضي الله عنه أنه من مزامير الشيطان. نعم. وقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، استأذنكم وأستأذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مهرجان بريدة للتمور 2014. وقف الأيتام، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. اغتنم فرص الخير والصدقة الجارية وساهم في وقف الأيتام، مشروع يضم دارا لرعاية الأيتام ومسجدا وفصولا دراسية وعيادة طبية وغيرها. للاستفسار من جميع البلدان الاتصال على الرقم 0096278883. الرقم يتضمن خدمة الواتساب. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، حياكم الله. حياكم الله. أستأذنك، معي بشر من العراق، تفضل. من ليبيا عفوا، بشر من ليبيا، تفضل يا أخي. يا بشر. طيب أم عبد العزيز تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ، هل سورة الرحمن علاج للأمراض؟ يعني يخصصون لها أمراض زي مرض الكبد، الوبايا، ومرض عدة أمراض. طيب. يقولون أنها تقرأ يعني بطريقة معينة، مثلا 3 مرات في اليوم على الشخص المريض، لأن هناك في الواتس يوجد مقطع منتشر. طيب. يعني يقول هالشيء هذا، فما أدري هو الواحد ننشر الشيء هذا ولا ما ننشر. طيب. سؤال ثاني أم عبد العزيز؟ لا خلاص، الله يسعدك، شكرا لك، بارك الله فيك. عبد الرحمن معي، تفضل. أخي عبد الرحمن، أخي عبد الرحمن، في جزاك الله خير. أنا بروح حق مكتب التبرعات بعض الأحيان، مثلا حق تبرع إلى سوريا وما إلى ذلك. نعم. وقد يحيرني مكتب مسؤول مكتب التبرعات بين أمرين، إما أنك إما أسلم الفلوس ويعطيني السند. نعم. قد يقول لي والله أما أن تختار كلمة فاعل الخير أو تذكر الاسم، فأيهما الأفضل في الحالة هذه؟ يعني هل ذكر الاسم فوق السند أو ذكر كلمة فاعل الخير هذه؟ طيب، بارك الله. هل أنا أسأل عنها؟ شكرا يا أخي عبد الرحمن، بارك الله فيك. أم سالم معنا، تفضلي. يا أم سالم. ألو. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبغى أسأل لو سمحت، هل يجوز للوالدة أنها تتكفل بدفع مبالغ الحج لأخوي؟ تساعد أخوك كي يحج يا أختي؟ تدفع المبلغ عنه. قادرة الوالدة؟ هي قادرة، بس أخوي موظف. وغير قادر هو؟
هو غير قادر، الراتب غير كافي. طيب يعني تبي تتبرع لوالدتك كي يحج؟ ايوه، تبغى تعطي المبلغ حق الحج. طيب تسمعين اجابه ان شاء الله تعالى. مصطفى معنا من المغرب، تفضل اخي مصطفى، تفضل. معنا مصطفى. ام عبد الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالله يا شيخ، في واحده تجي تاخذ بيت تجيني كثير، يعني في واحده ماذا تجي داخل بيت وتأذيني بلسانها؟ تاتيك في البيت وتؤذيك؟ ايوه، يعني يجوز اني اطردها من بيتها اقول لها لا عاد تجيني. يعني هي تدخل ضيفه عندك في البيت ولا قريبه لكم ولا؟ هي تقرب لي من بعيد. نعم، تجيني في داخل بيتي والله تأذيني انا، يعني خلاص ماني قادره اتحملها. طيب بينك وبينها رحم؟ تقرب لي من بعيد. بعيد. طيب. من بعيد. طيب شكرا لك يا ام عبد الله، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. أم نايف تقول والدتها توفيت من 8 أشهر رحمها الله وغفر لها، أصيبت طبعا، كانت تتناول العلاج الكيميائي وتساقط شعرها، ثم جمعت شعرها والدتها في كيس وابقته عندها وتوفيت رحمها الله، وبقي عند الأخت الكريمة أم نايف. تقول ماذا أفعل بهذا الشعر؟ هذا الشعر يدفن لأنه يعني بقايا لميت، والأصل أنها تدفن كما دفنت الجثة، فالبقايا الأخرى أيضا تدفن. نعم. فأحسن ما يفعل به هذا الشعر هو دفنه في مكان، في أي مكان طاهر. الحمد لله، بارك الله فيكم. أم عبد العزيز تسأل عن سورة الرحمن، وانتشر عبر وسائل التواصل الواتس وغيرها أنها علاج لأمراض معينة وتقرأ بطريقة معينة وبعدد معين. لا أعلم لهذا أصلا، يعني هذه الأمور إنما تدرك عن طريق الوحي، لا أعلم في هذا دليلا يدل لهذا، ولذلك فالجزم بمثل هذه الأمور، ومثل ذلك أيضا ما هو منتشر لدى بعض النساء من قراءة سورة البقرة لأغراض معينة، كل هذا لا دليل عليه. القرآن كله شفاء، فمن يقرأ القرآن يستشفي به من غير تخصيص إلا فيما ورد الدليل بتخصيصه، يعني مثل سورة الفاتحة مثلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وما يدرك أنها رقية، من أعظم ما يسترقى به، من أعظم ما يستشفى به. لكن تخصيص سورة معينة، سورة الرحمن أو سورة البقرة أو غيرها من السور، هذا يحتاج دليل. ألم يرد في البقرة شيء يا شيخ؟ البقرة ورد في ما يدل على فضلها وليس على تخصيصها، يعني بعض النساء تظن أن قراءة سورة البقرة أنها يعني يتيسر بسبب ذلك الزواج للمرأة، هذا لا دليل عليه. ومثل ما ذكرت الأخت أن قراءة سورة الرحمن سبب لعلاج بعض الأمراض، أيضا هذا لا دليل عليه. نعم، فهذه الأمور كلها مبناها على الأدلة، وليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا التخصيص. بارك الله فيكم. الأخ الكريم بسام الرايس يقول ما حكم منادات الشيخ بيا سيدي ومولاي أو يا سيدي ومولاي؟ منادات الإنسان عموما بالسيد، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما أتى سعد بن معاذ قال قوموا إلى سيدكم، ورد أيضا قال لا تقول للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أغضبتم ربكم. فإذا كان هذا الإنسان يستحق السيادة فلا بأس. نعم. وهو قد قال أنه يطلق على يعني شيخه، ومثل ذلك أيضا مولاي، وإن كان ينبغي يعني ترشيد هذه الألقاب وعدم الغلو، عدم الغلو في إطلاق الألقاب على الأشخاص أو حتى على العلماء أو الصالحين، ينبغي أن يكون هناك ترشيد صحيح، مطلوب احترامهم وتوقيرهم، لكن من غير أن يصل ذلك إلى درجة الغلو. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سأل يسأل عن حديث من استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فليفعل، ما معنى هذا الحديث، ما المقصود به؟ يعني هذا فيما يتعلق بالرقية، إذا استطاع الإنسان على تقدير ثبوته، على تقدير ثبوته، إذا استطاع الإنسان أن ينفع أخاه أن يرقيه يحتاج للرقية ونحوها فلا يبخل ولينفع أخاه بهذه الرقية. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم عبد العزيز أو عبد الرحمن يقول حينما آتي إلى مكان التبرع أو مكاتب التبرعات استقبال التبرعات ويعطيني السند يطلب مني أن يسجل باسمي أو باسم فاعل خير، يقول أيهما أفضل، أكتب باسمي أو السند القبض؟ إن كان في كتابته باسمك فيه مصلحة وفيه فائدة
كأن يرجع لك مثلا عند تعثر وصول هذا المبلغ، فالأفضل يكتب باسمك لأن في كتابته باسمك فيه مصلحة. أما إن كان لا فائدة فيه كتابته باسمك أو باسم مستعار سواء، فالأفضل ألا تكتب باسمك. نعم. قول الله تعالى أن تبدو الصدقات فنعم ما هي وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالأصل أن إسرار الصدقة أنه أفضل، إلا أن يترتب على إعلانها مصلحة شرعية. نعم. وعلى ذلك نقول يعني الأصل أنك كونك لا تكتب الاسم هذا هو الأفضل، إلا إذا كان هناك مصلحة في كتابة اسمك فتكتب اسمك. نعم. بارك الله فيكم. الأخت الكريمة سالم تسأل عن دفع الوالدة أو الوالد كذلك مبلغ من المال لابنه أو ابنته كي يحج فيه. لا بأس بهذا، هذا من التعاون على البر والتقوى ومن العمل الخير النبيل أن الوالد أو الوالدة يساعدان أولادهما على الحج وعلى أداء هذه العبادة، هذا من الأمور الحسنة. والأب أو الأم مأجور والابن مأجور، وهذا خير، يعني كون الأب أو الأم يعطي ابنه أو ابنته مالا ليحج به هذا أحسن من كونه يعطيه مالا لأجل السفر لفسحة أو نزهة أو نحو ذلك. نجد بعض الناس يبذلون أموالا كثيرة في النزهة لأسرهم، لكن عندما يأتي أمر عبادة عندما يأتي الحج مثلا فربما تجد يعني المماطلة في دفع المبلغ أو البخل أو نحو ذلك. فنقول إن من خير ما تبذل فيه الأموال أن تبذل في طاعة الله عز وجل، فيما كان طاعة لله عز وجل، ومن ذلك الحج. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال متكرر دائما يأتي البرنامج فضيلة الشيخ من EEG تسأل أو يسأل عن نظام النطاقات، وهل يتم وهو الذي يتم تسجيل اسم الشخص في شركة دون حضورية، خاصة إذا كان محتاج للمال ولا يستطيع العمل. نعم، هذا نوع من الالتفاف على الأنظمة التي وضعت لمصلحة المجتمع. فيعني هنا الدولة ممثلة في وزارة العمل ألزمت القطاع الخاص بالتوظيف، توظيف هؤلاء الشباب العاطلين، لأنها مسؤوليتنا جميعا. هذا الشاب العاطل إذا بقي عاطلا فإنه يكون خطرا على مجتمعه، خطرا على أسرته، خطرا حتى على نفسه. فعندما ألزم القطاع الخاص لكي يقوم يساهم بتوظيف هؤلاء الشباب العاطلين، ينبغي أن ندعم هذا القرار لأن فيه مصلحة كبيرة للمجتمع. بعض الشركات تتحايل وتريد أن تلتف على هذا النظام وتقول لبعض الشباب أعطونا صور بطاقاتكم ونحن نسجل أسماءكم، ويظهرون أمام الجهة المختصة أنهم قد وظفوا شبابا عاطلين، ولكن الواقع بخلاف ذلك. هذا لا يجوز، هذا أولا فيه كذب، فإن الكذب الإخبار بخلاف الواقع. هذه الشركة تخبر بخلاف الواقع أنها وظفت شابا عاطلا والواقع أنها لم توظف، وأيضا هذا الشاب أيضا يتعاون معها على هذا على الكذب. الأمر الثاني أن في هذا إضرارا بالمصلحة العامة، فإن المصلحة العامة هو توظيف هؤلاء الشباب العاطلين، فهذا الذي يتقاضى هذه المكافأة اليسيرة سيكون على حساب توظيف شاب عاطل. فلو أنك لم تقبل ولم يقبل هؤلاء بمثل هذه المكافأة لا اضطر صاحب هذه المنشأة لتوظيف شباب عاطلين. الأمر الثالث أن فيه معصية لولي الأمر، قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأصل وجوب طاعة ولي الأمر إذا أمر بمعروف، وهذا من المعروف لأن مصلحته ظاهرة، هي مصلحة عامة ليست مصلحة شخصية، ليس هناك مصلحة لشخص معين من هذا الإجراء ومن هذا النظام، إنما هي مصلحة عامة للمجتمع لتوظيف هؤلاء الشباب العاطلين. نعم. فيعني مثل هذا العمل أرى أنه لا يجوز لما فيه من هذه المحاذير، وربما عند التأمل يكون فيه أيضا محاذير أكثر مما ذكرت. نعم. بارك الله فيكم. معي متصل؟ معي متصل؟ طيب بشر من ليبيا تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سعيد. أول بداية يا شيخ أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأكرمك، بارك الله فيك. ونبيك تدعي لي يا شيخ، راجلنا مقبل على الزواج وأبي منك دعوة يعني. نسأل الله أن يوفقك وأن يبارك لك وعليك. آمين. يا رب العالمين. يا شيخ بارك الله فيك، سؤال هل يجوز معالجة الجن بالجن علما بأن الرجل يدعي أنه يملك جن
يعني لكي يخرج به الجن. نعم طيب بارك الله فيك. وضحت يا شيخ؟ واضح. نعم سؤال آخر يا شيخ. نعم نبيك تدعي لليبيا يا شيخ بالصلاح وأن ربي يولي علينا خيارنا إن شاء الله. اللهم آمين. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالهم وأحوال المسلمين جميعا. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. نسأل الله أن ينفع بك يا شيخ. شكرا جزيلا لك. معي متصل عبد الرحمن تفضل. أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال واحد لك الله خير. وهو هل يجوز الحج باسم غير اسمي لظروف تمنعني من الحج؟ نعم بالتصريح قصدك؟ ايه. طيب لماذا لا تأخذ تصريحا؟ ظروف يا شيخ تمنعني من الحج باسمي. يعني ما عندك بطاقة مثلا او انك حجيتي قبل؟ لا انا حجيت قبل بس حجتي يعني كنت. لا عفوا يا اختي هناك في شيء مثلا من ضمن نظام تصريح الحج يعني اذا انت حاج العام ما تحج السنة لكن شخص يقول انا ما عندي بطاقة مثلا او عندي ظرف معين ما له علاقة في اشتراطات الحج. لا عشان البطاقة يا شيخ. طيب تسمعني إجابة يا أختي. وهذا حج فريضة؟ هذا حج فريضة. حج فريضة أو نافلة؟ لا فريضة. طيب شكرا لك. معي أبو عوضة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. الله يمسك بالخير يا شيخ. يا أهلا وسهلا بك. أنا مؤذن في مسجد وعندي نقل طلاب. نعم أيوة مؤذن في مسجد وعندي نقل طلاب وإذا مني صليت أذنت في مسجدي أتأخر على نقل الطلاب فأترك أحيانا الأذان في المسجد حقي وأصلي معهم في المدرسة علشان أشير الطلبة. هذا أذان صلاة الظهر يا أخي الكريم. أذان الظهر معلش. طيب في من ينوب عنك؟ والله أحيانا بي وأحيانا ما بي. نعم طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. جزاك الله خير. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أم عبد الله يا فضيلة الشيخ تقول أنا عندي جارة قريبة من بعيد تأتي إلي في بيتي وتسبني وتؤذيني بقولها هل يعني أستقبلها في هذا البيت؟ أولا نقول ابذل النصيحة لجارتك قريبتها. نعم ولقريبتك فإن هذه الأذية من أسباب دخول النار وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن امرأة تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار. وقيل إن فلانة ليست بكثيرة الصلاة ولا صيام غير أن عندها أقط تتصدق به على جيرانها فقال هي في الجنة. الله أكبر. لاحظ أن الأولى أكثر عبادة لكنها تؤذي جيرانها فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي في النار. والثانية أقل عبادة يعني من جهة الصلاة والصيام لكنها تحسن إلى جيرانها فقال هي في الجنة. الله المستعان. الدين معاملة. نعم. يعني ليس فقط التدين وأن الإنسان يقتصر على بعض الشعائر التعبدية من الصلاة والصيام ونحو ذلك وإنما الدين يشمل الحياة كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلذلك أولا نقول أبذل النصيحة لهذه المرأة بأن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن أذية الناس. نعم. وأن يكون الميزان في التعامل أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. نعم. لأن بعض الناس ربما يتخذوها من باب المزاح لكن يكون مزاحا ثقيلا فبعض الناس لا يتقبل هذا المزاح. صحيح. فإذا كنت لا تتقبل أن يمزح معك الناس بهذه الطريقة أنت أيضا لا تمزح مع الناس بهذه الطريقة. وأما من جهة استقبالك لها فإذا لم تكن ذات رحم فإنه لا يلزمك استقبالها فيمكن أن تعتذري منها لكن بلطف. نعم. بطريقة مناسبة وأولا تنصحيها وتقولي لها إن أتيت باحترام وبأدب فنحن نرحب بك أما إذا أتيت وأنت تريدين أن يعني أن تؤذينا بكلامك وتجرحين بعباراتك فنحن نعتذر عن استقبالك. نعم بارك الله. فتأتي بهذه العبارات وتعتذر منها بلطف. بارك الله فيكم. عدواني فضيلة الشيخ يقول شريت أرضا بنية عمارتها وبيعها وبعد سنة ونصف من البناء تم بيعها هل فيها زكاة؟ جزاكم الله خيرا. ما دام أنه قد مضى على نية البيع سنة كاملة ففيها الزكاة عليه أن يقيمها عند تمام الحول ويخرج ربع عشر قيمتها.
نعم بارك الله فيكم. سامي المطوع تقول ما حكم أن يلبس الإنسان دمية تمثل شخصية كرتونية كاملة أو قناع على الوجه؟ نعم إذا كان هذه الدمية وهذا القناع على صورة ذوات أرواح بحيث تكون على صورة إنسان مثلا أو حيوان فهذه من صور ذوات الأرواح. وصور ذوات الأرواح العلة المنصوص عليها هي المضاهاة لخلق الله، يعني محاكاة لخلق الله، وهذه فيها محاكاة ظاهرة لخلق الله عز وجل. لكن بعض أنواع الدمى لا يكون فيها يعني مضاهاة أو محاكاة، يعني تكون على صورة ليست صورة إنسان ولا صورة حيوان، وإنما على أشكال يعني مختلفة، ليست بدمى ذوات أرواح أو غير مكتملة الوجه مثلا، أو تكون نعم تكون غير مكتملة الوجه، يكون مثلا على الوجه غير ظاهرة، فهذه لا بأس بها إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. بشر من ليبيا يسأل عن معالجة الجن بالجن، خاصة في من يدعي أنه يملك هؤلاء الجن. الذي أرى في هذا الباب المنع، لأن هذا باب مزلة أقدام وفي خطورة كبيرة، وأكثر الذين يدعون أنهم يتعاملون مع الجن المؤمنين هم في الحقيقة يتعاملون مع الشياطين، والشياطين لا يمكن أن تخدم الإنسان إلا إذا وقع في معصية الله عز وجل، وغالبا تطلب منه أن يقع في الشرك الأكبر. هذا الباب يعني باب فيه خطورة كبيرة، فأرى أنه لا يجوز الدخول في هذا الباب ومنعه. وربما تتظاهر الجن في البداية بأنهم أهل الصلاح وأنهم سيتعاونون معه لأجل معالجة، لكنهم يوقعونه الفخ، نعم يعني يستدرجونه شيئا فشيئا إلى أن يقع في معصية الله عز وجل، ربما يوقعونه في الشرك الأكبر. بارك الله فيكم. عبد الرحمن تقول هل يجوز لي أن أحج بتصريح آخر باسم آخر لوجود ظروف عندي، مثلا عدم وجود مثلا بطاقة أحوال أو إثبات شخصية؟ أولا الأصل أنه ينبغي التزام التعليمات في هذا، لأن هذه التعليمات إنما وضعت للمصلحة العامة، فإن أعداد المسلمين الآن تزيد على 1.5 مليار، لو أنه حج فقط 1% لكان عدد الحجاج 15 مليونا، حتى لو حج 0.5%، يعني 7.5 ملايين، لا تتسع لهم المشاعر، العدد الذي يحج أقل من 0.25%. هذه التعليمات إنما وضعت هذه التصاريح لأجل المصلحة العامة، ينبغي التقيد بها. لكن بالنسبة لوضع الأختي خاصة هي تستحق التصريح لكون لم تحج حج الفريضة، فالذي أرى أنها تتصل بالمسؤولين وتشرح لهم الحال، وأنها تريد حج الفريضة لكن عندها ظروف بسبب إشكال في بطاقة الأحوال ونحو ذلك، وربما يعني يساعدونها في هذا. طيب لو تبرع لها مثلا شخص قال أنا أريد أن أتبرع لك باسمي مثلا وأعطيك أخوها أو كذا وتحجي باسمي، يعني على أن ألتزم أنا بمثلا مضي 5 سنوات في مثل هذه الصورة، يعني هذه الحالة خاصة، نعم. وهي انطبق عليها يعني شروط التصريح منطبق عليها، لكن لوجود بعض الأمور الإجرائية، نعم. التي تمنع، أرجو أن لكم في هذا الشيء حرج. بارك الله فيكم. بعوضة يقول أنا مؤذن في مسجد وعندي نقل طلاب، وأحيانا حتى لا أتأخر على الطلاب يعني قد لا أؤذن لصلاة الظهر. لا بأس، لكن توكل من يؤذن عنك. نعم نقول لا تترك المسجد، إنما توكل، ستجد من جيرانك ومن يأتي للمسجد من يتبرع بهذا، فوكل من يؤذن عنك ولا حرج عليك إن شاء الله. وعندنا في المملكة يعني وزارة الشؤون الإسلامية لا تشدد كثيرا في الظهر بالنسبة لأئمة المؤذنين، خاصة ما عندهم أعمال ووظائف، فيعني جعلوا في الأمر فيه ساعة، لكن بشرط أن الإمام والمؤذن يرتب من يخلفه. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك على خير الجزاء. وشكرا لكم إخوة المشاهدين. شكرا لكم، شكرا لمتابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، ونشهدك يا ربنا بأننا نحبك ونحب ملائكتك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك بأنه قد أدى الأمانة، اللهم إنا نشهدك بأنه بلغ الرسالة.